رح نحكي اليوم بفقرتنا الأخيرة عن موضوع بيهم كتير من الناس. أي حدا بيدخل بيته، سواء بيته الشخصي أو حتى مكان مستأجره، بيسعى لأنه هالبيت يكون مساحة مريحة، مساحة مليانة بالسلام بالراحة، خليني أقول سهولة الحركة، التمتع بهذا الفراغ اللي نحن بننظمه على كيفنا وكيف بدنا نعيش فيه. بس يمكن بيت الأحلام أو حتى البيت اللي بدنا نسكن فيه ما ننتبه لكثير من التفاصيل، لكن لما نعيش فيه بيكون في بعض المشاكل اللي بنصطدم فيها. ممكن يكون في مشكلة بالأرضية، ممكن يكون المشكلة بالجدران، أو حتى المشكلة الشائعة اللي ما حدا بينتبه لها إلا لحتى يسكن البيت ويستعمله، هي الرطوبة. رح نحكي عن هالموضوع أكثر وكيف فينا نستخدم بعض الحلول الذكية لحل هي المشكلة مع مهندسة الديكور نور عيسى. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيكي. صباح الخير. يسعد اوقاتك واهلا وسهلا فيكي. صباح الخير. رح نبلش نحكي عن جزء جزء من هاي المشاكل اللي حكينا عنها، ورح نبلش اذا البيت ملكنا يعني نحن قادرين نغيره هيك كلياته ونتصرف فيه، ورح بلش بالارضيه. يعني اليوم الارضيات بالمنازل قد ايه ممكن يكون فيها مشاكل وكيف ممكن نتعامل معاها؟ هلا نحن اول شغله لازم نعملها لازم نعرف شو نوع الارضيه اللي رح نركبها. يعني نحن في عنا حلين او ثلاث حلول لنقول. اول حل اللي عنا اياه اللي هو الرخام اذا كنا بنفوت بتكاليف عاليه. في عنا الحل الثاني اللي هو السيراميك او الجرانيت البورسلان هو اسمه العالمي، وفي عنا الخشبيه. هلا شو ايجابيه كل وحده وشو سلبيتها؟ نحن عنا الرخام تكلفته عالية، بس الحلاوة اللي فيه انه مع العمر اذا كل ما يبهت لونه او تروح اللمعة تبعيته بنقدر نعمل له جلية، بترجع على الرونق تبعه وكل شيء بيرجع كتير يعني كأنه هلا ركبناه. اذا رحنا بالنسبة للجرانيت التكلفة تبعيته كتير احسن. الايجابية تبعيته انه حتى اذا انكسرت قطعة فيه بتقدري تبدليها بسهولة لانه التكلفة تبعيتها كتير قليلة. فانا دايما افضل لما صاحبين الشقة يشتروا كميات للارضيات دائما نزيد شوي على الكميه مشان اذا لا سمح الله صار عندنا كسر دغري نبدلها لقطعه تكون موجوده. في عندنا الحل الثالث اللي هو الخشبيه او الباركيه اللي بيحطوها بغرف النوم. هي انا ما بنصح فيها بالبيوت السوريه عندنا لانه نحن كب المي وهيك هي رح تنفش وتخرب وبتحشي كمان ممكن حشرات وهالقصص، فانا ما بنصح فيها. لهيك نحن اول شغله لازم نعملها نعرف نختار الارضيه اللي نحن حابين نروح فيها، واكيد تحت المونه او يعني الطبقات اللي بنحطها تحتها تكون جيده مشان ما يصير بعدين تسريب او هالقصص. يمكن من المشاكل دائما الشائعه هي مشكله الرطوبه. بنشوفها يمكن اول شيء بتلاقي مثلا فتي على البيت مبسوطه فيه مانك عايشه فيه، دائما بتنخدعي بهي التفاصيل وشائعه بشكل كثير كبير. كيف فينا نعالج مشكله الرطوبه بنفس الوقت ما يكون في تكلفه ماديه كبيره، لانه هي كمان بيكون في عبء اخر عليهم. هلا اهم شغله اذا نحن البيت جديد بلشنا نكسي بالارضيه تبعه، اهم شيء نحن نعمل طبقه عزل. يعني خاصه نحن دائما الرطوبه بتطلع بالاماكن اللي ما عم توصل لها شمس، ما عم تقدر تتعقم. يعني نحن دائما بنلاقيها بالممرات خاصه اللي بتكون بظهر الحمامات، او اذا كان في عندنا تمديدات صحيه تبع البنايه مرقه بهي المنطقه بتلاقوا دغري طلعت الرطوبه لبرا. هلا البدايه نحن قبل ما نعمل السيراميك وهالقصص كلياتها طبقه عزل خفيفه نعملها للحيطان ارتفاع 90 سم. في عندنا ماده بالسوق موجوده هي رخيصه على فكره تكلفتها كثير قليله بس بتريحك مدى العمر. هن مادتين بينخلطوا مع بعض وبيندهنوا بشكل طولي وعرضي على الحيطان. بتمنع انا اذا طلعت عندي الرطوبه، يعني انا الرطوبه ما حتطلع اكثر من 90 سم مستحيل، هي عاده العالم تعملها 20 سم، انا بفضل 90 مشان اريح راسنا. هي الطبقه بتمنع انه الرطوبه تطلع لبرا، بتضل محافظه عليها تحتها، كثير بتريحنا مدى العمر. اذا لا سمح الله نحن كنا خالصين وما لنا عاملين هي الطبقه وطلعت الرطوبه، ما عندنا حل غير نحن نصلح المشكله الاساسيه من وين عم تطلع. اذا في عندنا مثلا تمديد صحية بالحيطان ممكن يكون فيه فتحة صغيرة أو شيء لازم نصلحها، لأنه حتضل تطلع الرطوبة مهما حطينا عزل سلبي أو حطينا مواد العزل حترجع تطلع بعد فترة. فأنا أفضل دائما نحل المشكلة وما نغطي عليها كل الوقت. طيب خلينا نحكي كمان اليوم أكثر مكان تهتم فيه المرأة بشكل عموم هو المطبخ. المطبخ ممكن معرض لكثير مشاكل. اول شيء الاستخدامات دائما فيه حراره مرتفعه ان كان من عمليات الطهي، احيانا الشفاطات اللي بتنحط وما الى ذلك، اذا فيه شباك او ما فيه شباك. فنحكي عن عوامل العزل بقلب المطبخ وشو الاجراءات اللي بتنصحي فيها ليضل المطبخ محافظ على نفسه اطول فتره ممكنه.
هلا اهم شغله نحن عنا لازم ننتبه عليها بالمطبخ اللي هي ترس المطبخ. يعني انا مثلا عندي ترس المطبخ لازم اعرف شو النوعيه اللي عم حطه. يعني ما ممكن انا مثلا اي نوع رخام شفته والخلص هذا هو كثير منيح يلا بدي احطه عندي، لا لازم نسال يعني صاحب المعمل انه انا هذا الترس هو يا ترى فعال عندي بالمطبخ ما بيتاثر بالمواد، اذا كان هذا الشيء مناسب وقتها انا بركبه عندي. لهيك نحن محدودين بالوان معينه وانواع معينه نحن بدروس المطابخ، ما بنقدر نستخدم غيرها بسبب انه هي بتتحمل المواد اللي حتتعرض له. هلا اذا بدنا نحكي بموضوع نحن نزلنا لتحت الهي ممكن يصير عندي تسريب انا من تحت الترس بالمجله وهدول القصص، نحن دائما بنعمل طبقه سيراميك ورا الخزن اللي تحتانيه اللي بقلب المطبخ. هي النوعيه انا السيراميك دائما بنصح فيها تكون نوعيه كثير رخيصه انه هي اساسا ما حتبين، بس هي كحمايه للرطوبه وللمي. يعني نحن اذا نزل شيء من المجله ما يطلع على الحيطان اللي ورا، اكيد اذا كان فينا نحن عم نعمل عزل ونعمل نعمل طبقه عزل وراهم كثير بتكون مفيده وفعاله. طيب خلينا نحكي معك نور عن الجدران. يعني قبل كنا نشوف ورق الجدران كان موضه وشائع بشكل كثير كبير، اليوم الموضوع مختلف، شو اللي بتنصحي فيه اكثر؟ يعني كان دائما توجه على اقل التكلفه والاكثر جماليه. هلا ورق الجدران كثير حلو ومرتب وفي عنا انواع كثير صارت، يعني عنا تشكيله كثير حلوه، بس انا ما بنصح تكون كل الحيطان من ورق الجدران، يعني انا بنصح حيط واحد يكون هو مميز حلو. هلا في عنا الحل الثاني، في عنا الناس بيحبوا ورق الجدران لانه هو بيلقى دعك اكثر، يعني ما بيتوسخ ما ببين عليه مسحه سريعه وبيخلص. فينا نروح لهذا الشيء، بس ما بفضل انا يكون، يعني اذا كنا بدنا نروح لهذا الحل تكون الوانه فاتحه ما تكون الالوان غامقه تضايق، يعني يصير في عندنا تشويش بقلب الغرفه ونحن قاعدين فيها. من ناحيه الرطوبه، ما انه كنا عم نحكي على الرطوبه، انا ما بفضل ورق الجدران يتركب فوق الرطوبه لانه بصير بينفخ، يعني صحيح. اماكن اللي فيها رطوبه حتنفخ بعدين، فلا انا بفضل نبعد عن هذا الشيء. الدهان اذا كنا بدنا نحط دهان اكيد بدنا نعمل 3 وجوه معجونه اقل شيء او 4 وبعدها طبقتين دهان. من ناحيه التكلفه اكيد ورق الجدران ارخص، بس الاثنين لازم يتاسس لهم قبل ما يتركبوا، يعني الحيطان لازم تكون كثير نظيفه وظابطه لحتى تطلع حلو الورق الجدران. طيب بما انه كمان حكينا يمكن عن الرطوبه بشكل عام، خلينا نحكي قلتي بالكريدورات بالممرات بالعموم تكتر هي المشكلة لا تجاورها للحمامات بأغلب البنايات، يعني إذا فينا نقول شو الحل؟ الحل مثل ما أنا حكيت نحن نعمل طبقة عزل بالحمامات مشان ما تطلع الرطوبة لبرا. إذا لا سمح الله طلعت الرطوبة وكانت الحيطان مدهنة ممكن نعمل نقشر هالحيطان ونرجع ندهنها، بس كل فترة حترجع تطلع. في ناس عنا نحن بحبوا يركبوا يلبسوهم لهي المناطق خلص تضل الرطوبة وراهم، يعني ما عاد تبين، ممكن يلبسوا حجر ممكن يلبسوا لوحة بلاستيك. انا ما بنصح فيه، يعني بالنهايه هي الرطوبه كلها عم تحشي ورا هالحجر. يعني انا مثلا هلا اذا بدنا نحكي ركبنا مثلا سيراميك على هذا الحيط مشان نخبي الرطوبه، الرطوبه حتطلع من وين؟ من الفتحه الصغيره السيراميكا واللي جنبها اللي نحن بنسميها هي الروبه، فحيصير ينزل عنا مثل بودره بيضة حتهرهر بقلب الكوريدور ما نعرف شو هي. هي بتكون هي رطوبه عم تطلع من بين الفتحات السيراميك، فيعني هي ما نحل صحيح. انا بفضل نحن نحل المشكله إذا كان يعني ما قدرانين نعزل نحن قبل أو ما عنا عازلين، أنا أفضل كل فترة نقشر هالحيطان نرجع ندهنا، يعني نحاول نحل المشكلة بأقل التكاليف. طيب بالختام خلينا نعطي بعض النصائح ياخذوها بعين الاعتبار لما فعلا أنا بدي أدخل على بيت جديد استأجر بيت جديد، شو أهم القصص اللي لازم انتبه لها فعلا ويمكن ما يعني أغفل عنها بعدين؟ اهم شيء ننتبه لموضوع الصحيه لانه عم يسبب لنا مشاكل كثير كبيره بعدين. يعني نحن بس نشوف في عنا طالعه رطوبه دغري نفكر بالحلول اللي انا حكيت عنها قبل، اذا كان عنا مثلا مشكله تسريب كمان نحلها، يعني نحاول اهم شيء هدول القصص لانه بتعملنا مشاكل نحن بقلب البيت. يعني انا لما يكون عندي رطوبه او تسريب مي او هدول القصص مو بس حنكتفي بهي المشكله واضرارها، لا يعني حتصير مثلا الخشبيه تنتزع الجدران تنتزع، يعني حتصير التكاليف كلياتها عم تمشي ورا بعضها. فانا بفضل لا نحل المشاكل اللي عنا وننتبه عليهم اكثر بحلول بسيطه، ما ضروري تكون التكاليف كبيره. ودائما نحن يكون اهم شغله عندي انا انه يكون عندنا احتياط من المواد اللي نحن جايبينها، ان كان يعني مثلا الدهان او هدول القصص نزيد كميه شوي لانه لا سمح الله طلعت الرطوبه قشرنا الحيطان نرجع ندهن،
بجوز ما نلاقي هذا النوع بعد فترة متوفر، نكون عنا نحن دائما الاحتياطي. يعني بختام حديثنا بدنا نشكرك مهندسة الديكور نور عيسى على كل المعلومات اللي قدمتي لنا اياها. شكرا لك. نتشكرك وشكرا لك نور. شكرا.